تنمية التكنولوجيات منخفضة الكربون لا سيما الهيدروجين الأخضر باعتباره ناقلاً للطاقة في سياق يتسم بالحاجة الملحة إلى الحد من انبعاث الغازات المؤدية للاحتباس الحراري هو موضوع لقاء تفاعلي في إطار الطبعة الثالثة من اليوم الجزائري الألماني للشراكة الطاقوية بين البلدين. نحن متواجدين لأخذ الخبرة من ألمانيا اللي هي رائدة حقيقة الرائدة في هذا المجال. هو برنامج على المدى الطويل طويل، لهذا لازم نحضر أنفسنا بما أننا حاليا عندنا الإمكانيات، كل الإمكانيات خاصة طبيعية. الجزائر التي تعتزم استغلال جميع مواردها الطبيعية المتاحة أدرجت تطوير الهيدروجين الأخضر ضمن الأهداف ذات الأولوية، خاصة وأن الانخفاض في أسعار الطاقة الشمسية يفتح آفاقا واعدة في المجال. تبعا للمنح الذي أخذه الاحتباس الحراري ومختلف الجهود للحد منه، يمكن أن يصل الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر أو يتجاوز 600 مليون طن في ظل المساعي العالمية لخفض انبعاث الكربون. أما بخصوص سعر إنتاج الهيدروجين فسيتراوح بين 1.5 و 2.5 دولار للكيلوغرام الواحد في آفاق 2050، كما يمكن أن يكون أقل من دولار واحد في الدول ذات الإمكانيات الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة على غرار الجزائر. إنه تعاون مثمر يجعلنا نقترب من الهدف المشترك المتمثل في التوجه نحو طاقة صديقة للمناخ. الجزائر بلد يتميز بتصدير الغاز الطبيعي والنفط، ونحن نتابع اليوم باهتمام خاص عزم الحكومة الجزائرية على تنمية الهيدروجين الأخضر وإدراجه من بين الأولويات. الشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية من شأنها المساهمة في عملية الانتقال الطاقوي في الجزائر، الأمر الذي أصبح أكثر من حتمية بالنظر للقدرات الهائلة التي تملكها الجزائر في المجال.